بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، إخوة الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج فتاوى، وبمشيئة الله تعالى نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملك. السلام عليكم يا شيخ عبد الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وحيا الله إخواني المشاهدين وأخواتي المشاهدات، والله تعالى أسأل يجعل لقاءنا مباركا، وأن يلهمنا فيه السداد، وأن يعيننا على خدمة إخواننا وأخواتنا. اللهم أمين، وجزاكم الله خير الجزاء. أذكركم أيها الإخوة والأخوات بجوال البرنامج للتواصل عبر الواتساب وعبر الرسائل النصية فقط، 05 01 785536. على بركة الله نبدأ مع الشيخ عبد الله بما سأل عنه وطلب تفسير لقوله عز وجل: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون، في سورة البقرة. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذه الآية نزلت في اليهود الذين يكتبون التوراة بأيديهم ويحرفون فيها، وهم بعض من اليهود، ليسوا كل اليهود، ثم يقولون هذا من عند الله، ينسبونها إلى الله الأشياء المحرفة، ليشتروا به ثمن قليل، يعملون ذلك من أجل المال، من أجل منفعة الدنيا، حتى لو كانت مليارات فهي عند الله ثمن قليل، ما تسوى شيء في الآخرة. قال الله: فويل لهم مما كتبت أيديهم. هذا الأمر الأول، يعني يعذبون بما كتبت أيديهم ويعذبون بما يكسبون، ويل لهم مما يكسبون، الأموال التي يأخذونها بسبب هذا الافتراء. وهذا الموجود في اليهود موجود في جميع الأمم، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. ولذلك يوجد من الناس الآن من يحرف معاني آيات القرآن ويستدل بها على أشياء لا يرضاها الله تعالى، سواء كانت في عبادة الله في العقيدة أو كانت في الشريعة في الأعمال. تجد أنهم يتناولون الآيات القرآنية ويضعونها في غير مواضعها ليستدلون بها على غير ذلك، مثل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم صحيح، لكن ليس معنى هذا أن نطوف بهم ونعبدهم من دون الله ونقول مدد يا ولي الله مدد، لا، هذا لا يمكن أبدا. القرآن ما أنزل لهذا، وهذا حرام، لأنهم يتركون عندما يستدلون بهذه الآية في هذا الموضع يبتعدون عن قول الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فلا تدعوا مع الله أحدا، يبتعدوا عن قول أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ولهذا يا أحبابي، ينبغي للمسلم أن يبتعد عن كل شيء حذر منه القرآن. انتبه كلمة ويل، ويل، سمعت أمس أو جاءنا أمس سؤال قال: ويل كلمة حذر الله بها في بداية سورتين، الأولى في من يعتدي على أموال الناس، والثانية في من يعتدي على أعراض الناس، فقال للذين يعتدون على أموال الناس: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. وقال في الثانية: ويل لكل همزة لمزة، هذا الذي يعتدي على أعراض الناس فيهمزه
ويلمزه يغتابه ويقدح فيه. نعم شيخ عبد الله، هذا يسأل يقول: ما حكم التوكيل في إخراج زكاة المال؟ يجوز للإنسان يا إخواني أن يوكل غيره في زكاة ماله، سواء كان المال عنده هو أو عند غيره. يعني الذين مثلا الآن يبعثون أموالهم إلى من يتاجر بها مضاربة، يعطونه مثلا 100,000 يقول بع فيها واشتر، ثم يقول له زكى كل ما جاء رمضان زكى عني، زكى شوف اللي عندك من حسابي وزكى. هذا أيضا توكيل جائز ولا غبار عليه. وكذلك أيضا أنا عندي فلوس أزكيها، وإذا جاء رمضان قلت للولد ولدي مثلا أنا عندي زكاة 50,000، خذها وراح فرجها، خذها راح فرجها، سواء أعطتها ولدي أو أعطتها واحد من الناس أو غيره. عندما أعطيه وأقول يا أخي أنت تعرف مساكين، هذه خذها وفرقها فيهم جزاك الله خير، هذا جائز أبدا، كل الصورتين جائزة. لكن عندنا مسألة مرت علي خصوصا، في واحد عندهم عجوز تحب الفلوس ولا الزكي، وعندها في حسابها حوالي 300,000 أو أكثر، جايها ورث من شايبها، يقول لها ولدها الزكي، قالت لا ماني مزكي، أنا مش عندي الذي يزكون التجار اللي عندهم، أنا يا أمي أمتي. وعاد هو الولد يبي يزكي، يبي يزكي، لكن يدري أن الزكاة هي بنافعة لابنية، فراح لها قال يمه شوفي أنا بطلع زكاة مالك من عندي، من عندي، بس أبي تستنوين علشان الله يوصله يوصل، أنا من مالك يمي. قال تم تطلع؟ قال بطلع 7,500. قال كلها؟ قال بعطيها بنات أختك. قالت هلا صرت أنت تعطيها بنات أختي، ما يخالف. أي نعم، وجزاه الله خير لما استأذنها أخذ وراح وطلع الزكاة في بنات خالات وعطاهن إياها لأنها مستحقات. لكن هذه المسكينة حقيقة ما نوت تلك النية التي تبرئ ذمتها، لكن ابنها جزاه الله خير فعل ما يستطيع فعله. نعم أحسن الله إليكم يا شيخ. هذا يقول: توفي الوالد رحمه الله، ما حكم قضاء الصوم عن المتوفى؟ هل يجزي الإطعام عنه؟ يا إخواني، أولا هل عليه صوم ولا ما عليه صوم؟ لأن بعض الناس الآن يجي رمضان وهو مريض في المستشفى ثم يموت، ما يعطى وقت يقضي فيه، ولا مرضه مرض يعني لا يرجى برؤه، هذا ما عليه صيام. لكن الذي مرضه لا يرجى برؤه سقط، فإنه حينئذ يطعم عنه. طيب والذي يرجى برؤه وقالوا عياله بنطعمه، يطعمون جزاهم الله خير، لكن والدهم لا يجب عليه شيء. من كان مريضا مرضا يرجى برؤه ثم مات قبل أن يتمكن فإنه لا يجب عليه، أما إذا كان لا يرجى برؤه فإنه يطعم عنه، ودليل ذلك قول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فإن ابن عباس ومن معه من العلماء يرون أن هذه نزلت في الشيخ الكبير وفي المرأة العجوز الكبير اللي ما يستطيعون أن يقضوا، فإنه يطعم عنهم. نعم الشيخ عبد الله، أقرض صاحبه لأجل مشروع تجاري فوعده أن يعطيه نصف الربح، فما الحكم؟ جيد، ما في شيء، ما دام أنه نصف الربح، ما وعده يعطي 50,000 ولا 20,000 ولا ها؟ لكن هذا لا يسمى قرض، لأن القرض معناه أنه يرده، يجب عليه أن يرده، والقرض ما أعطي من أجل الله تعالى، هذه مشاركة، والمفروض أنه لما أخذ منه يحدد، لأن إذا كان مشاركة ما يضمن، لو جاء أمر من الأمور وراح المال كله ما يضمن المضارب، لأنه يده يد أمانة. لكن إذا كان هذا قرض عطاه إياه، قال هذا قرض لك اشتغل فيه سنة ورجعه لي قرض، أنا ما بي ربح، فإنه حينئذ يضمن. فالمقصود هنا هل الآن المال لما أخذه
هل أخذه على سبيل القرض فلا يجوز أن يأخذ شيء منه من الفائدة، لأن القرض بفائدة ربا، أو يكون الأخذ إنما هو على سبيل المشاركة، قال له عطني إياه أشتغل فيه ولك نصف الربح، فهذا مضاربة ومحددة النسبة في الربح وليس المقدار، وذلك جائز إن شاء الله. ماذا يلزم من حلف على فعل شيء في وقت معين فلم يفعله؟ إذا حلف على فعل شيء في وقت معين فلم يفعله فإنه حينئذ يلزمه كفارة اليمين، إلا إذا كان ناسي، إن كان ناسي فلا شيء عليه. نعم. يسأل عن شرح الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال إن شاء الله فقد استثنى. هذا رواه أبو داود وغيره وصححه الشيخ الألباني، وهذا أمر مهم خصوصا للنساء في البيوت. الآن بعض حريمنا كل يوم تحرف 1000 يمين على أطفالها، ها ولو أن والله نضربك والله معطيك والله مسوي بك والله، ولو أنها تستعمل اليمين والله إن شاء الله والله إلا أن يشاء الله كان تستثني. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف فقال إن شاء الله فقد استثنى، وفي رواية: من حلف فقال إن شاء الله فلا يحنث، يعني ما يحنث أبدا، ليس عليه كفارة يمين. والله تعالى يقول لنا: واحفظوا أيمانكم، احفظوا أيمانكم. ولذلك بعض النساء جزاهن الله خير الآن تحفظ منها ما تحلف، وبعض النساء حلافة من يوم تدخل على هوي تبربر في هذا الحلف، والله معطيك والله لسوي بك والله لعمل بك، وهذا حرام يا إخوان، لأن ربي يقول: واحفظوا أيمانكم، احفظوها. نعم. جزاك الله خير يا شيخ، ونتوقف مع هذا الفاصل ثم نعوده بإذن الله تعالى. اهلا وسهلا بكم مجددا وبضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق. احسن الله اليكم يا شيخ عبد الله، هذا يسال عن فوائد هذا الحديث عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان المراه خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقه، فان استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وان ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها. رواه مسلم. هذا الحديث صحيح، وهو يعود إلى أصل الخلقة. والله تعالى لما خلق آدم خلقه من قبضة قبضها من وجه الأرض، اختلفت ألوان الأرض سواد وبياض وحمرة ونحو ذلك، واختلفت من شدة والحزونة، فصار بنو آدم مختلفين في ألوانهم وفي شدتهم وفي رقتهم، منهم الرمل ومنهم الحجر الأبيض ومنهم الحصى ومنهم البطحة ومنهم السبخة، يعني في يعني يتأثرون بأصل خلقة أبيهم آدم. ثم إن الله خلق زوج آدم من ضلع، من لحم، من ضلع آدم، والضلع هذا أعوج، أعوج ما في الضلع أعلى، ولهذا أيضا هذه المرأة أثر فيها المادة التي خلقت منها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن تستقيم على طريقة، يعني ما يمكن تصبح معك 100%، ما يمكن، في اختلاف، في اختلاف. ولهذا يا أحبابي بارك الله فيكم، يعني إذا عرف الإنسان الطبيعة والطريقة فإنه حينئذ يهون عليه الأمر، يهون عليه الأمر. أما إذا لم يعرف الطريقة والطبيعة فهو يستصعب. فنحن نقول يا إخوان، إذا كنا نعرف الرجل طبيعته كذا
والله تعالى قال عن طبيعة الرجلان وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا جهولا. هذا في الإنسان كله، الرجل والمرأة. لكن إذا عرفنا طبيعته يخف علينا ونعرف كيف نتعامل معه. وكذلك إذا عرفنا طبيعة المرأة أن فيها عوج وأنها لن تستقيم على حال، أيضا عرفنا نتعامل معها. والكمال يا إخواني ليس في الدنيا، ما في كمال إلا في الآخرة. والإنسان إذا رأى الآن كيف عمل النساء النبي صلى الله عليه وسلم، النساء النبي صلى الله عليه وسلم آذن حتى هجرهن، جلس شهر كامل هاجرهن وهن يطلبن النفقة، يقول ما في بيوتنا شيء، ما أعطتنا شيء، أن بيوتنا فيها الجوع. فأدبهن الله بالآيات التي أنزلها في سورة الأحزاب عندما قال إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فصبرنا واحتسبنا وبقينا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالآن نرى يا إخواني أن النساء يحتاجن إلى معرفة طبيعته وأن الرجل يصبر. نشوف الآن أغلب الطلاق الآن، يمكن الله أعلم أني أقول 90 أو 95% من قضايا الطلاق الآن اللي تابع فيها النساء، هن اللي يتصلن وزوجي طلقني وتعال وانت اكفى وحل لنا المشكلة. الرجل يطلق ويروح ينسد هناك، ما يهمه ما يهمه، لأن المرأة مسكينة، يهمها أطفالها، يهمها بيتها، يهمها. لكنها سريعة الغضب، سريعة الانفعال، سريعة. ولذلك يا إخواني إذا عرفنا الطبائع، عرفنا المرأة وطبيعتها، وعرفنا الرجل وطبيعته، هان علينا التعامل. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبر بهذه الطبائع ليس معناها أنها في كل امرأة. والله يا إخواني أنا دخلت في تجربة، والله يا بعض الرجاجيل انها اعوج من 1,000,000,000 امراه. صحيح، اعوج لا ينحد ولا ينسد، ها ما مره يدافع البنا. وبعض النساء طيبات الى اخر حد. ولكن العموم، العموم يعني مساله العموم، العموم الغالب في النساء فيهن شوي عوج، والغالب في الرجال فيهم ظلم وهكذا. ونسأل الله تعالى أن يعيننا جميعا على إصلاح أوضاعنا. نعم شيخ عبد الله يسأل هذا، يقول ما حكم مخالفة وصية الميت إذا أوصى بالدفن في مقبرة أو مدينة معينة بسبب عدم الاستطاعة؟ هو يا إخواني إذا أوصى أن يدفن في محل معين، ننظر إن كان هذا المكان المعين حرام ما يجوز تنفيذ وصيته. مثل بعض الناس في بعض البلدان يقول ادفني عند الولي فلان. لا تروح بالفلي ولا تشبه الفلي، بقرب مقبرة حط مع المسلمين بالمقبرة. وإن كان أوصى لغرض يعني مشروع، مثل قال الله شوف أمي وأبوي وأحبابي وجماعتي كلهم في الناحية الفلانية، حطوني معهم. يا أخي حطه معهم إذا لم يكلف عليك. الأمر الثالث إذا كان مكلف، مثل واحد يدفن يموت في الرياض ويقول ادفنوني في البقيع، وبيشق على عياله يشيلون في الطيارة ولا في السيارة ورحبة وهيئة ومشاكل. يا أخي مو بلازم، لا يلزم. إذا كلف فلا يلزم أبدا، وليس من البر مع وجود الكلافة، بل بر الميت إسراع في دفنه والإحسان إليه. استأجرت موقع لنشاط تجاري لمدة 5 سنوات وفشل المشروع، يوجد طرف ثالث يرغب استئجار الموقع باقي المدة 3 سنوات، هل يجوز إيجاره دون موافقة صاحب الموقع؟ هذه لها حالات. الحالة الأولى يكون صاحب الموقع شرط عليك أنك ما تسمه، أنك ما تأجره، فيعمل بالشرط لأن المسلمون على شروطهم. الأمر الثاني أن لا يكون اشترط عليك. وعندنا حالتان،
أن يكون مثل المستأجر الأول أو أقل مضرة، فيجوز له أن يؤجره. الحالة الثانية أن يكون أكثر منه مضرة، يعني أنا الآن يا طويل العمر مستأجر مني شقة رجل وامرأته وطفل صغير، ولكنه راح وجاب لي واحد عنده 11 بزر، بيخربون الشقة. هم لازم يا أخي، لأن الثاني أكثر ضرر من الأول. نعم. يقول: ما حكم اتفاق الدلال مع البائع على رفع ثمن السلعة على المشتري ليأخذ الفرق؟ المشتري يا إخواني يفاصل في القيمة، يماكس فيها ويأخذها. فإذا كان البائع والدلال، البائع قال للدلال: يا أخي هذه بعها ب20 ريال والزائد لك، راح وبعها ب22 وأخذ الريالين في جيبه، ما في بأس، لأن البيع والشراء متروك في تقرير السعر للبائع والمشتري، فلا شيء في ذلك أبدا. لكن يا إخواني إذا كان مثلا السلعة باعها ب22 والدلال وقال لي صاحبها البائع: تراني بعتها ب20 وبايعها ب22، هذا ما يجوز، لأن هذا من الكذب، هذا من الكذب. ثم أيضا لو أنه بعد أن باعها ب20 واستقر الثمن، جاء الدلال وقام يقول: لا أنا بايعين، أنا ما بعنا إلا بكذا، ويريد أن يفرض ثمن جديد، هذا ما يجوز. هذا كله من تغيير النية ومن نكث العقود. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أوفوا. نعم. شيخ عبد الله هذا يقول أنه صاحب محل، يقول يطلب منه المشتري أن يكتب فاتورة بالسلع بسعر غير التي اشتراها، ما الحكم؟ ما يجوز، هذا كذب. مثل بعض الناس اللي يشترون للشركات، ها، أو لبعض يعني موكلينهم، تجده يا طويل العمر يشتري السلعة ب20 وسجلها ب30، يروح يأخذ من أولئك 30 يحط 10 في جيبه، ما يجوز هذا، هذا خيانة. وأنت إذا فعلت أنت شاركته، أنت اللي مهدت له في الخيانة، فلا يجوز أبدا. نعم. سائل آخر يقول: ما صورة بيع الدين بالدين وما حكمه؟ بيع الدين بالدين لا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ. وصورته أن يكون مثلا أنا عندي سلم أو في حاجة شاريها، أنا تسلم لي مثلا السنة القادمة في التمر، شاري لي تمر السنة القادمة من نخلك يا شيخ، ألف كيلو، مي بحالها إلا بعد رمضان السنة القادمة عندما يجي وقت التمر ضحية، في وقت ضحية مثلا، فأروح أنا وأبيعها على مثلا المخرج، أبيعها من ذا الحين ويتوها دين. قال: نعم. قلت: تعال أبي أبيعك إياها بدين، أنت الآن أنا ببيعك إياها ب40,000 بعد سنتين، فأنا بعته دين تمر ما بعد حل، ها، بدين فلوس ما بحل هلا بعد التمر، فهذا من بيع الدين بالدين، وهو لا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. نعم. هذه السائلة تقول: أنا موظفة أمن وأحيانا لا يأتي أحد يمسك عني وقت صلاة المغرب، ويدخل وقت صلاة العشاء ولم أصلي، فهل يجوز لي الجمع بين المغرب والعشاء؟ نعم، صاحب الحراسة يجوز له أن يجمع، لكن إذا كنتم الآن منظمين نظموا أموركم، يعني يأتي أحد من زملائك أو زميلاتك ويمسك عنك في العمل إلين شو اسمه، إلين تصلين. وأيضا يا إخواني ينبغي للإنسان الآن إذا أراد أن يصلي وعنده عمل ما يروح يصلي صلاة طويلة يتأذى من يقوم بعمل، يروح يا أخي يصلي صلاة خفيفة ويرجع ويسبح وهو في محله. وتسنن في محله أيضا، مو ملزوم السنة، السنة يقضيها بعد العشاء وقت مديد.
نعم. جزاك الله خير يا شيخ عبد الله ما على ما قدمت، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتك. وأنت يا أخي جزاك الله خيرا، وجزى الله إخوانك القائمين على هذا البرنامج، وجزى الله جنودنا المرابطين على الحدود، وأصلح الله ذرارينا ونسانا وغفر لنا ولوالدينا. اللهم آمنا في أوطاننا، واحفظ لنا ولاة أمورنا، واجعلهم هداة مهتدين، واكفنا شر الملحدين الذين يريدون بهذا البلد سوءا، برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج فتاوى، وقد أجاب عن أسئلتكم معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. نلقاكم بإذنه عز وجل في لقاء مقبل إن كان في العمر بقية. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.